يستهدف برنامج الحكومة الجديد تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري. كما أطلقت الحكومة عددا من الاستراتيجيات والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في برنامج الحكومة الجديدة الذي جاء كحجر أساس وضعته القيادة السياسية لضمان تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين ولإدارة الأزمات بشكل كفء. ولتحقيق الهدف المنشود أطلقت الحكومة عددا من الاستراتيجيات والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للأزمات بفاعلية مع تعزيز الاستقرار والنمو المستدام في البلاد. ويستهدف برنامج الحكومة الجديدة دعم قدرة الاقتصاد الوطني لإدارة الأزمات من خلال التنبؤ بالمخاطر المستقبلية واتخاذ أفضل القرارات في الوقت الحالي لمواجهتها، بما يسهم في تحويل الأزمات المحتملة إلى فرص جديدة للتنمية والنمو، واتخاذ العديد من الإجراءات لضمان توفير التمويل اللازم من المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية. كما تستهدف الحكومة لإدارة الأزمات إجراء دراسات دقيقة للتأثيرات المحتملة ودراسة حجم الطلب الكلي وحجم الاستهلاك الذي ساهم بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويقوم برنامج إدارة الأزمات على عدة محاور رئيسية، أبرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيزه داخل الاقتصاد، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء الاجتماعية على المواطنين، وحشد الاستثمارات الخضراء، والتركيز على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتحديد حجم الاحتياجات من الواردات سواء المستخدمة في الإنتاج من أجل التصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوطين الصناعات المتعلقة بها لخفض الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة. كما يستهدف برنامج الحكومة لإدارة الأزمات التنسيق مع شركاء التنمية متعدد الأطراف لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي. ويأتي تبني الحكومة لعدة سياسات لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني لإدارة الأزمات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان تحويل مصر كقوة اقتصادية وإقليمية ودولية.